الشمال راح يلعب عرضي وعاد لكن زيزو يا جماعة كان الخاني ليش في الماتش أقول لك نزل زيزو لعيب كبير زابه في رجله مستحيل طويل عادي على مرمى ادوار مندي من زيزو بعرضيه روعه في شماله لعبها حلو قوي محمد صلاح في سكته واللمسه حلوه فصلتها يا سلام لو متر دول اهلا وهدف دلوقتي يا جماعه يلا شيف يلا شيف معك يوسف معك سباني معك سباني معك سباني يا دواق عرضيه عادي ده واحد داخل من الارض لسه مره ثانيه على وسط الملعب مخطوطين وماسكين مخطوطين وماسكين مخطوطين وماسكين ايه بقى رايكم والله العظيم اقسم بالله احنا خلي بالك ولا كوره على مرمى الشمال مش عايز الوه مش عايز الوه لكن ولا كوره على مرمى الشمال الا الهدف مفيش غير يعني الفرقه عدد جيد جدا الحقيقه موجود في المدرجات يا جمهورنا المصري الحبيب يا حبيب لاعب المنتخب المصري واقع على ارض سليمه ان شاء الله في خطه او حاجه ما دام كده يعني غربال بينادي بسرعه يبقى في حاجه مجاب ونشوف ايه اللي حصل بالظبط لكن يعني حتى امانه العشره الفرص هدف دخل مرمانا ما يهمش احنا دلوقتي واحد 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 هنا وواحد هناك ضربة حرة مباشرة رامي ربيع مع الوقت هيخش في اجواء المباراة يرجع لمحمد الشناوي انا رأيي اللعب الطويل دلوقتي مناسب النهارده لأول مرة وهدف مبكر زي ما دخل فيهم هدف مبكر عندنا هدف مبكر جدا بقرار غريب جدا من غربال في اول دقيقه يحتسب ضربه حره علينا ملهاش اي معنى ودربكه امام المنطقه ويخش اللاعب رقم 9 بولاي بطل بيطلع ايه بيطلع ازازه ازازه طبعا دي ما كانش مكتوب فيها لاعب من السنغال كوره مره ثانيه لمحمد الشناوي بهذه اللعبه يلعب واحدة طويلة وعالية ارتقاء من سالي سيك مرة ثانية النني على وسط الملعب